منازل مهدمة وأحياء مدمرة وحياة اختطفت من ساكنيها. هذه هي شمال غزة، أو مدينة الصمود كما يطلق عليها، المدينة التي لا أصبح فيها صوت يعلو فوق صوت الرياح الذي يحمل الحزن والأسى على الذين كانوا يسكنون تلك الأرض في يوم من الأيام. قبل 7 أكتوبر الماضي كان الفلسطينيون في شمال غزة يزرعون شجرة الزيتون في الشتاء ويحصدون قمحهم في الصيف ويملؤون الأرض فرحاً وابتهاجاً طيلة العام، إلا أن إسرائيل أبت أن يستمروا في هذه الحياة فأجبرتهم على النزوح قسرياً نحو جنوب قطاع غزة بعد أن دمر جيش الاحتلال الأخضر واليابس فيها، ليس انتقاماً لما حدث له في 7 أكتوبر، بل من أجل الانتقام من القضية التي ما زالت تعاني طيلة أكثر من 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي. وخلف جدران المنازل التي نجت من الدمار وبين الأزقة التي تحمل ذكرياتهم، رفض مئات الآلاف من الفلسطينيين ترك منازلهم في شمال غزة على الرغم من القصف الوحشي للاحتلال، ولسان حالهم يقول: لن نترك أرضنا، فنحن أصحابها ونحن أصحاب الحق. الأوضاع المأساوية في شمال قطاع غزة وصفتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالكارثية، كما وصفت شمال قطاع غزة أيضاً بمدينة أشباح، محذرة أن أكثر من 700,000 من السكان الذين ما زالوا في الشمال يقتربون من خطر المجاعة نتيجة عدم توافر الاحتياجات الأساسية لهم بسبب تعنت الاحتلال ضدهم. ومع زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تزامناً مع الهدنة الإنسانية في القطاع، إلا أنها لا تكفي احتياجات أكثر من 1,000,000 فلسطيني، خاصة هؤلاء الموجودين في الشمال والذين يعانون منذ 7 أكتوبر الماضي نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل جيش الاحتلال. وما بين نزوح وحصار يظل مستقبل شمال قطاع غزة حائراً في ظل حديث إسرائيلي بأنها لن تسمح بعودة سكانه مرة أخرى، وهو ما يتنافى مع جميع القوانين الدولية والإنسانية التي تؤكد حق الفرد في المسكن والحياة.